السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى وليد من فريق سولفر تو بي. اليوم حبيت أشارككم في طريقة جديدة بالقراءة عن طريق الكونسل في لغة الجافا. طبعا احنا كلنا عارفين انه الجافا فيها اكثر من طريقة للقراءة واكثر من كلاس ممكن نستعملها عشان نقرأ عن طريق الكيبورد، عن طريق فايل، بالكونسول. فشو مشكلتنا هون؟ انه السكانر بطيئة، فمن نستعمل كلاس ثاني او طرق ثانية عشان نسرع من عملية القراءة. طيب، طرق القراءة عندي في الجافا بتنقسم او اشهرها يا اما عن طريق السكانر، كلاس السكانر، او كلاس البفرد ريدر. طيب السكانر شو هي والبفرد ريدر شو هي؟ السكانر هي عبارة عن كلاس بتقرأ لي عن طريق اللي ايش اللي بحدد لها اياه، سواء كان كونسول سواء كان فايل، الانبوت ستريم اللي انا بدخلها اياه مش راح تفرق. لكن الفرق بينها وبين البفرد ريدر انه السكانر بنلاحظ انها بطيئة نوعا ما مقارنة بالبفرد ريدر. ليش هذا البطء بيصير؟ باختصار لأنه السكانر بتعمل عمليات على اللي بتقرأه بشكل عام عشان تعمل له بارسينج. نعرف إنه السكانر فيها أكثر من ميثودز، لما نيجي نقرأ عن طريقها بتعمل لي بارسينج بشكل مباشر. أما البفرد ريدر ما بتعمل بارسينج، وبنفس الوقت هي بتقرأ كاركترز مش ريجولار إكسبريشن زي السكانر. طيب أنا شو بيهمني من هذا الحكي؟ بيهمني إنه السكانر عندي بطيئة، بدي أحاول أحسن عليها. ممكن أستعمل بفر دريدر، أو ليش ما بقدر أستعمل بفر دريدر؟ شو بإمكاني أحسن على برنامجي بحيث إنه أقرأ بسرعة وما أتغلب في كتابته؟ أول إشي السكانر كتابتها زي ما إحنا ملاحظين سهلة جدا. مجرد ما أنشئ أوبجكت عن طريق كلاس سكانر بسميه في أي اسم بدي إياه، طبعا بأخذ من وين بدي أقرأ أنا بالنسبة إله. راح أقرأ هون مثلا من system.n، يعني بدي أقرأ من الكيبورد. مثلا لو نلاحظ إنه لما أنشئ أوبجكت string بدي أقرأه عن طريقه، بس بحط اسم الأوبجكت وفي ميثود جاهزة في الكلاس next. اسم هاي الأوبجكت، اسم هاي الميثود next، فعن طريقها أنا بقدر أقرأ string. طيب لو بدي أقرأ integer x مثلا، وهنا اختلف عندي ال variable أو data type تبع ال variable، فقرأتها عن طريق next integer methods، method موجودة مباشرة، ما اضطريت دير بالكم إني أعمل لا بارس ولا convert، ما اضطريت يعني أغير من الداتا اللي قرأتها، مع إنه إحنا عارفين أكيد إنه الإشي اللي بقرأه من الكيبورد عادة بكون string، بنقرأ على أساس string. لكن بلاحظ هنا إنه مجرد ما استخدمت method next integer لحاله حول لي إياها لانتجر x، ومش بحاجة لا أعمل لا بارس ولا convert إلها. طيب شو بتختلف عنها البفرد ريدر؟ البفرد ريدر زي ما قلنا احنا بتقرأ كاركترز، ما بتقرأ regular expression زي السكانر، اسرع من السكانر. لكن لو نلاحظ انه اذا بدي انشئ object من البفرد ريدر مش بالسهولة اللي انشأت فيها object من السكانر. السكانر عطول عرفت سكانر واعطيت اسم الobject equal new scanner واعطيته من وين بدي يقرأ وانتهينا. لكن هنا البفرد ريدر بتختلف. البفرد ريدر الكونستراكتر تبعها باخذ انبوت ستريم ريدر، عبارة عن كلاس ثانية بدي انشئ اوبجكت عن طريقها عشان البفرد ريدر يقدر يقرأ عن طريق الكيبورد. فاذا هون بنلاحظ انه بدي انشئ مش اوبجكت واحد، بدي انشئ اكثر من اوبجكت متداخلات مع بعض. اول اوبجكت اللي هو انبوت ستريم ريدر، بعرف انبوت ستريم ريدر، والانبوت ستريم ريدر بدها تاخذ من وين بدك تقرا، من هون مثلا انا معطيها الكيبورد system.n، وبعد ذلك اخذ الانبوت ستريم ريدر الاوبجكت اللي انشاته منها وابعثه لكونستراكتر البفرد ريدر. بعد ما انشات الكونستراكتر تبع البفرد ريدر حبيت اقرا انا مثلا string، بلاحظ انه عندي ميثود بتختلف عن ميثود السكانر اسمها read line. فالبفرد ريدر فيها مثل اسمها read line تقرأ لي عن طريق الكونسول. فهنا يعني string s حبيت أقرأها، بروح بجيب اسم الأوبجكت اللي أنشأته اللي هو br وبحطه أول شيء، بعدين بستخدم الميثود dot read line. لكن لو نلاحظ في الداتا تايب اختلف، مثلا الانتجر x قررت أقرأ انتجر x، اختلف الوضع عندي. مش بس حطيت br dot read line أو كان عندي br dot read integer مثلا زي ما كان صار معنا في السكانر، لا هون بيختلف لأنه البفر ريدر بس فيها object read و read line. لذلك أنا ما عندي parsing أو ما بتعمل لي convert هي direct، أنا بضطر أستخدم class integer عشان أحول الداتا اللي هي string اللي قرأتها من الكيبورد. هون حولتها عن طريق الانتجر dot parse int
لا انتجر اكس، يعني غيرت الداتا تايب تبعها. ايش اللي بلاحظه بشكل عام بين السكانر وبين البفر ريدر؟ شو الفرق بينهم؟ بلاحظ انه السكانر زي ما اتفقنا انها سلو، وهي اصلا السبب الاساسي اللي خلانا نفكر بحلول ثانيه غير السكانر. البفر ريدر فاست، لكن عندي ادفانتج له السكانر اللي هي less typing و easy، بينما البفر ريدر هي requires a lot of typing. يعني انا بالنسبه للسكانر الكتابة سهلة جدا، وزي ما لاحظنا انه مجرد ما بدي ادخل مثلا داتا تايب ثاني غير السترينج، مجرد ما اعمل فيه له مسجات معينة مثلا next integer next long next double، فمش بحاجة اعمل له convert ولا اعمل له parsing، مباشرة بتخزن عندي في الفاريابل. لكن البفر ريدر بدها كثير طباعة، مثلا اول ما انشأنا الاوبجكت اضطرينا ننشئ اوبجكت ثاني من الانبوت ستريم ريدر، وبعدين لما اضطرينا نغير او نعمل بار اللي أخذناه أو قرأناه من البفر ريدر أو الريد لاين ميثود لا انتجر، استخدمنا البارس في عملية التغيير أو الكونفيرت لهذه الداتا تايب. لذلك يعني أوكي أنا باخذ على البفر ريدر، اتفقنا إنها أسرع بكثير من السكانر أو أسرع من السكانر، لكن صراحة هي بتأخذ كثير كتابة. فممكن بيهمني هون برضو مش بس سرعة الكود لما أنفذه، بيهمني برضو وأنا بكتب في الكود أكون سريع. طيب شو السوليوشن اللي عندي اليوم؟ جايب لكم سوليوشن بسيط اللي هو أنا راح أستخدم User Defined Fast Reader Class. أنا راح أعرف كلاس اسمها Fast Reader، راح أنشئها أو راح أعملها implement من الأساسها. طبعا الفاست ريدر راح أنشئها بتعتمد على كلاسين موجودات أصلا بالجافا، اللي هم البفر ريدر اللي قبل شوي حكينا عنها، اللي هي عبارة عن كلاس بتقرأ لي بشكل أسرع من السكانر، ولكن هي أطول في الكتابة أو كودها أطول. طيب بالنسبة للشغلة الثانية راح استخدمها اللي هي string tokenizer. string tokenizer هسا بعرفكم عليه. شو اللي راح أسويه بالضبط في هاي الكلاس؟ إني راح أخذ الأدفانتج، أستفيد من التايم أدفانتج للبفرد ريدر ولا string tokenizer، وبنفس الوقت أعمل methods تزهل علي موضوع الكتابة، لأنه قلنا إحنا المشكلة أصلاً بالبفر ريدر إنه بكتب فيها كثير، فأنا بدي أعمل ميثودز تسهل علي موضوع الكتابة أو تختصر علي موضوع الكتابة. طيب شو هو string tokenizer؟ string tokenizer هو كلاس بيعمل لي بريك للسترينج، بيقسم السترينج عندي لتوكن. مثلاً نفترض السترينج اللي قدام كله هو مثلاً hello world 2، بدي أدخله على string tokenizer. شو اللي بيصير فيه بالضبط؟ مجرد ما أنا أخذت هذا string ودخلته على string tokenizer، يعني أخذت هذا string ودخلته على string tokenizer، مثلا أنجأت منها object، وطبعا الobject تبع string tokenizer بأخذ string، نفترض إنه هذا كان عندي الداتا type إله string، فاللي راح يصير عندي إنه راح يعمله يقسمه لtoken أو substrings، طبعا بناء على إيش؟ بناء على space بين كل string والتانية. كيف راح يصير عندي الشكل؟ أول شيء مثلا هنا الهلو بحطها في توكن منفصلة، هاي بنسميها توكن مثلا 1، طبعا احنا ما بنسميها ولا حاله بيعملها implement داخليا. الword مثلا راح تكون التوكن الثانية، ومثلا 2 راح تكون في توكن ثالثة. طبعا ايش هنا قلنا على اساس ايش بيعمل لي التوكنايزر؟ قاعد بيفصل strings على اساس السبيس الفاضية. ممكن واحد يسألني طب ليش ما نستخدم الميثود split؟ بحكي لك انه السبليت صراحة هي ابطأ من التوكنايزر، التوكنايزر اسرع منها بمرتين، احنا بهمنا هون السرعة، لذلك السترينج توكنايزر هي الخيار المناسب، لانه السترينج توكنايزر اسرع بمرتين من السبليت. طيب شو انا الميثودز اللي بدي استعملها؟ احنا قلنا اول اشي البفر ريدر والسترينج توكنايزر راح يسرعوا لي عملية القراءة، وبعدين بدي أعمل ميثودز عشان تسهل علي عملية الكتابة. طب شو الميثودز اللي بدي أعملها؟ طبعا نعرف السكانر عادة بكون فيها ميثود نيكست عشان تقرأ سترينج، طبعا أنا بدي أحط في هاي الكلاس نفس الميثود، ما راح أستخدم أسماء ثانية حتى، يعني عشان تسهل علي وأكون متعود عليهم. وبرضو راح استخدم النكست لاين عشان اقرأ string، برضو بدي استخدم النكست انتجر عشان اقرأ انتجر، والنكست لونج عشان اقرأ لونج، والنكست دبل عشان اقرأ دبل. اذا هذول الميثودز اللي بدي احطهم
طيب زي ما اتفقنا انه احنا بدنا نبني اليوم كلاس اسمها فاست ريدر مكونه من السترينج توكنايزر والبفر ريدر عشان يعطونا سرعه وفيها ميثودز عشان يختصروا علينا كتابه الكود. طيب قبل ما نعمل هيك تعالوا نشوف ايش البفر ريدر وكيف ممكن استعملها عشان انا قبل ما ابني الكلاس اكون عارف كيف بقدر استعملها. البفر ريدر زي ما قلنا اول اشي بحاجه نعرف اوبجكت من انبوت ستريم ريدر لانه الكونستراكتور تبع البفر ريدر باخذ اوبجكت من نوع انبوت ستريم ريدر. هذا الاوبجكت باخذ من وين بدك تقرا، انا بدي اقرا من الكيبورد. بعد ذلك بدي اعرف اوبجكت البفر ريدر مثلا بي ار ايكوال نيو بفر ريدر، وهذا بدي ياخذ الانبوت ستريم ريدر اوبجكت من نوع انبوت ستريم ريدر. طبعا نكون عاملين له امبورت، طبعا كلياتهم موجودين في الباكج جافا دوت اي او انبوت اوتبوت باكج. هسه بعد ما انا عرفت مثلا الاوبجكت تبع البفر ريدر تعال نجرب مثلا string as equal. كيف بدي اقرا؟ مثلا اسم الاوبجكت عندي br.readline، هيك انا قرات السترينج. لكن هون عندي بعطيني زي ما انتم لاحظين compilation error، لانه لما استخدم اي شيء من باكج input output باكج في الجافا الاي او باكج دائما لازم اعمل هاندل للاكسبشن اللي بيطلع منها الاي او اكسبشن. عندي طريقتين للهاندل زي ما احنا بنعرف، يا اما تراي وكاتش يا اما بعمل له ثروز. انا هون راح اعمل له ثروز. تمام، هسه بعد ما قرات مثلا بدي اطبع الاس، نلاحظ مثلا لو بدي اعرف انتجر كمان اكس مثلا variable من نوع x وجيت قلت له br.readline، هون اكيد راح يعطيني compilation error لاني قاعد بخزن قيمه string br.readline اللي هي بقرا string قاعد اللي بقرا من الكيبورد قاعد بخزنها في integer x، فهون بدي اضطر ايش اعمل له بارس. على سبيل المثال هيك وجيت اقول له اطبع لي مثلا x بلس 2. لو جربت برنامجي هون وقرات مثلا من الكيبورد اسمي وقرات اي رقم 2 زائد 2 بعطيني 4، اذا هيك انا بكون انشات اوبجكت من بفر ريدر وعرفت اتعامل معاه. طيب ممكن واحد يسألني طيب انت هنا عرفت بفر ريدر بس ما استعملت السترينج توكنايزر. طبعا انا قلت بامكانك تستعمل بفر ريدر على طول. طب شو بستفيد من السترينج توكنايزر؟ ممكن اذا عندي اكثر من سترينج بنفس السطر وبدي اقسمهم بستعمل سترينج توكنايزر. هون بدي اعرف السترينج توكنايزر، نجرب نعرف سترينج مثلا نسميها ST. طبعا string tokenizer باخذ string الباراميتر من نوع string للكونستراكتور، فراح اعطيه b.readline br.readline يعني خليته يقرا من البفر ريدر. طيب هسه هون بدل ما اجي انا اعمل br.readline راح اقول له لا، راح اقول له st.nextToken. طبعا فيها ميثود nextToken هاي بتجيب لي التوكن الموجوده، ببلش طبعا هو من اول توكن زي ما اتفقنا انه باخذ السترينج وبقسمها لاكثر من جزء. مثلا زي ما اتفقنا على مثال هلو وورد، قسم هلو بعدين وورد بعدين تو. فلما اجي انا احكي هنا st.nextToken راح يروح يجيب لي اول سترينج لقاها هل هي هلو مثلا لو كنا كاتبين هلو وورد تو. ماشي، لو اجيت اطبعها الاس مثلا راح يعطيني هنا اول جمله بلاقيها، بينما هون مثلا لو بدي اعمل انتجر اكس برضه بدي اخليه ST برضو دوت نيكست توكن. نيجي نلاحظ مثلا لو هون كتبت له على نفس السطر كتبت له مثلا هلو وكتبت له 2،
بلاحظ انه طبع لي هلولة حال والثنين جمع لي لها ثنين لانه حولناها لانتجر. لو جربت برضو هلو لحال هيك عطول راح يعطيني exception لانه بقول لي no such element exception راح لانه راح يجي اول مره يجي يقسم السترينج اللي انا قراتها منه البي ار دوت ريد لاين هالو ويخزنها في السترينج اس. بعد ذلك راح يجي ياخذ الاس تي دوت نيكست توكن ما راح يلاقي اي شيء لانه خلص خلص عندي السترينج فراح يعمل لي no such element exception. فهي الشغله بدي انتبه لها انه السترينج توكنايزر اذا عملت له دوت نيكست توكن وما كان عندي نيكست توكن راح يعمل لي exception. طيب احنا عرفنا كيف نتعامل هسه مع البفر دريدر، كيف نتعامل مع سترينج توكنايزر، شو المشاكل اللي راح تواجهنا. قلنا بالنسبه للبفر دريدر اول شيء بدنا نعرف انبوت ستريم ريدر ونبعته للكونستراكتر. سترينج توكنايزر بدي انتبه انه اذا بدي اقرا شيء منها او نعمل نيكست توكن نتاكد انه لسه فيها شيء ولا راح يعطيني اكسبشن نو ساتش اليمنت اكسبشن. طبعا بدي اعرف اي شيء اتفقنا من الاي او باكج بدي اعمل له ثروز للاي او اكسبشن لانه بيعمل لي تشيكد اكسبشن، واحنا عارفين تشيكد اكسبشن بدي اعمل له يا اما هاندل في تراي وكاتش او اعمل له اثر اتريبيوتس تبعوني في الكلاس انهم بدي اعرف البفرد. بدي اعرف اول شيء البفرد سمي مثلا البي ار، وبدي اعرف من السترينج توكنايزر سميه مثلا ST. طيب اول اشي بدي انشئ اوبجكت من البفر ريدر زي ما قلنا عشان نقرا عن طريق مثلا الكيبورد عن طريق الفايل، احنا هون بنقرا عن طريق الكيبورد، لذلك بدي انشئه. وين بدي انشئ هذا الاوبجكت؟ بدي انشئه في الكونستراكتر بحيث انه لما تنشئ انت اوبجكت عن طريق الفاست ريدر في نفس الوقت ينشئ لي الكلاس نفسها تنشئ لي اوبجكت عن البفر ريدر. راح اعمل الكونستراكتر public fast reader بس راح تاخذ اي باراميتر. انا بدي قلت الكونستراكتر هذا ينشئ لي اوبجكت عن البفر ريدر. البفر ريدر بحاجه لانبوت ستريم ريدر اوبجكت عشان ينشئه. فنعمل بدنا ناخذ عن طريق الكيبورد طيب، وبعد ذلك بدي انشئ البفر ريدر اوبجكت البي ار ايكوال نيو بفر ريدر اوبجكت باخذ الاي ان ار اللي هو الانبوت ستريم ريدر. بعد ذلك انا بكون انتهيت من شغله الكونستراكتر وانه مجرد ما انشئ اوبجكت عن طريق الفاست ريدر ينشئ لي اوبجكت عن البفر ريدر. هسه انا بقدر اقرا عن طريق الاوبجكت البفر ريدر عن طريق الميثودز اللي تعرفنا عليها قبل شوي اللي هي ريد لاين. طيب بالنسبة لي بهمني قلت عدة methods بدي أبنيهم اللي هم next, next line, next integer, next double, next long. اللي بدي إياه بضيفه مثلا لو احتجت boolean ممكن أضيف next boolean، لو احتجت إيش محتاج، لو احتجت float ممكن أضيف method. يعني أنا methods الأساسية اللي بحتاجها بضيفها عندي في هالكلاس. أنا بالنسبة لي راح أنشئ next ونكست انتجر ونكست لونج ونكست دبل ونكست لاين، هذول الخمس الاساسيات اللي بحتاجهم في اي سؤال، يعني معظم الاسئله تتركز حولهم. فلذلك انا بدي انشئ هذول الميثودز. مهم هذول الميثودز قلنا زي ما اتفقنا انه بس تصغر لي عمليه الكود لما اكون اكتب في المين. طيب الميثود الاولى بدي انشئها لي نكست. طبعا النكست زي ما احنا كنا عارفين بتنرجع سترينج، بديش اعطيها اي باراميتر. طيب هاي الميثود شو بدها تسوي لي؟ احنا اتفقنا انه البفر ريدر اللي بدي اقراه بدي احطه في السترينج توكنايزر عشان يقسم لي اياه. طيب اذا انا رحت هون عملت له st equal new string توكنايزر وبعثت له اللي هي br.readline اللي هو الشيء اللي بدي اقراه عن طريق اليوزر، اول شيء هذا راح يعطيني اكيد اكسبشن زي ما اتفقنا اللي هو IO exception. بكان يعمل له يا اما throws يا اعمل له handle بتراي وكاتش. انا هون راح اعمل له handle بتراي وكاتش. الكاتش بدها تاخذ طبعا اللي هو الاكسبشن الاي او اكسبشن سميه مثلا اي واعمل له اي مثلا بدي اياه اذا زبط راح للاكسبشن يطبع لي الستاك تريس تبعه. طيب بعد ذلك انا اتفقنا بدي السترينج توكنايزر بدي ارجع
الاستي دوت نيكست توكن رجع لي اول سترينج. هون زي ما اتفقنا فوق قبل شوي انه راح يصير عندي مشكله. نفترض السترينج اللي دخل لي اياها اليوزر او اللي كانت داخله عن طريق الكونسل كانت فاضيه فيش فيها اشي، السترينج توكنايزر خلص بدي اقرا سطر جديد، لانه احنا البي ار دوت ريد لاين هاي الميثود بتقرا لي سطر، السطر هذا فيه سترينجز بقسم لي اياه السترينج توكنايزر. طب انا كيف بدي لو خلص هذا السطر انتقل على سطر بعديه؟ ببساطه الامور اني بدي اعمل زي لوب اتاكد اذا السترينج توكنايزر فاضيه روح جيب لي السطر اللي بعديه، يعني اذا سترينج توكنايزر عندي فاضيه روح جيب لي بي ار دوت ريد لاين، اذا السترينج توكنايزر كانت عندي فيها اي شيء روح اعمل لي عادي ما تدخل على الوايل لوب او اللوب اللي بدي اعملها روح رجع لي النكست توكن لانه لسه فيها شيء. لذلك انا بدي احط وايل لوب هنا او فور لوب، لكن الوايل لوب هنا افضل. ايش بده يكون شرط الوايل لوب؟ انه الاس تي اللي هي سترينج توكنايزر ايكوال ايكوال تو نال. اذا كانت عندي نال مساوي للنال معناته ادخل لي وروح حاول انك تحط فيها سطر جديد، او اذا كانت عندي السترينج توكنايزر هاز مور اليمنتس doesn't has more elements، لانه اذا كان عندي more elements لا روح نرجع لي النكست توكن return dot next token بترجع لي التوكن لانه عندي اشي فيها بقدر ارجعه. لكن لو ما كان عندي اشي فيها لا روح حاول في السترينج توكنايزر حط لي السطر اللي بعديه. اتفقنا انه لازم السترينج توكنايزر عندي يكون في شيء حتى اقدر اعمل نيكست توكن ولا بعطيني اكسبشن نو اليمنت اكسبشن او نو سوتش اليمنت اكسبشن. لذلك انا حطيت الوايل لوب شرطها انه يكون عندي السترينج توكنايزر نل او ما فيش فيها اليمنتس، هيك اروح انت حط لي فيها السطر الجديد. طبعا بدي اسكر الوايل لوب على الترايبل كاتش، غير هيك اعمل لي ريتين للاس تي دوت نيكست توكن. طيب عشان توضح الصوره النكست ميثود هيها قدامنا. لو كنت انا منشئ اوبجكت عن طريق الكلاس اللي بنيتها الفاست ريدر مثلا كان اسمه ريد، هذا نفترضه اوبجكت من فاست ريدر. طبعا الاوبجكت من فاست ريدر راح يكون جواته اوبجكت من البفر ريدر اسمه بي ار، جوا البفر ريدر هاي عن طريقها بقدر اسمع قلنا اقرا عن طريق الكونسل باستخدام اللي هي الميثود ريد لاين او ريد. احنا راح نستخدم الريد لاين. بنلاحظ انه ليش انا حطيت زي ما اتفقنا وايل لوب طول ما هو السترينج توكنايزر يساوي نل او فيش فيه اليمنت روح ادخل ضيف لي عليه سطر جديد عن طريق البفر ريدر، لانه ممكن مثلا في المدخلات يكون معطيني الاتي. نفترض كان عندي الكونسل هون كان مدخل لي هلو بسطر وورد بسطر ثاني، راح يدخل اول مره على هذه هون على الميثود النكست راح يروح على الوايل لوب. هل عندي انا السترينج توكنايزر ايكوال ايكوال نل؟ في اول مره راح تكون نعم، وهي بنفس الوقت فيش فيها ولا اليمنت. طبعا هنا ننتبه انه نوت هاز مور اليمنت، نوت هاز يعني فيش فيها اليمنت، ما ضل فيها اليمنت. راح يدخل على الوايل لوب، روح انت جيب السترينج توكنايزر نيو سترينج توكنايزر بي ار دوت ريد لاين اقرا لي السطر اللي بعديه. راح يروح يقرا بعد هيك البي ريد لاين راح يروح يقرا السطر اللي عندي بالبفر. طبعا البفر قلنا انه بتقرا على طريق كاركتر، والريد لاين بتجيب لي اول سطر. راح يجيب لي اول سطر اللي هو موجود فيه هلو هون، راح يروح يخزنه في السترينج توكنايزر. بعد ذلك لما اطلع من الوايل لوب راح يروح يرجع طبعا على الوايل لوب، هل السترينج توكنايزر ايكوال ايكوال نال؟ لا. اور هل السترينج توكنايزر فيش فيها عنصر؟ لا صار فيها عنصر اللي هو قلنا هلو. طيب هيك بيطلع من الوايل لوب بيروح بيرجع لي st.next توكن، فهيك اول مره راح يروح يرجع لي هلو. نفترض ردينا كمان مره استدعينا الميثود نيكست بفاريبل ثاني، راح يرد يرجع على النيكست ميثود، هل السترينج توكنايزر ايكوال ايكوال نال؟ لا. هل السترينج توكنايزر دوت هاز مور اليمنت؟ لا. راح يكون هو موصل طبعا ما فيش فيها اليمنت، لذلك احنا راح ندخل على الوايل لوب ونعمل نيو سترينج توكنايزر بي ار دوت ريد لاين. هنا اول مره طبعا قرا الهلو، هسه راح يقرا
الوورد. طيب بعد ما قرأ الوورد راح يروح يرجع يطلع اللوب من فوق، هل ST equal equal null string تكون as equal equal null أو فش فيها عناصر؟ ولا واحدة من الستنتين، لا هي equal equal null ولا فش فيها عناصر، لذلك راح يطلع من while loop أو اللوب اللي عندنا إياها ويروح يرجع لي string تكون as dot next token اللي هي فيها word. طبعا هي token واحدة بالنسبة لإن هون هي اللي هي word، لو كان في أكثر من واحدة برجع لنا إياهم. طيب بعد ما عرفنا اللي هي النكست ميثود بدنا نعرف باقي الميثودز. مثلا احنا اتفقنا نعمل كمان ميثود اللي هي نكست انتجر، وبدي اعرف النكست انتجر هل بدي اضطر احط فيها نفس كلام النكست كلياته، اعمل وايل وبعدين اعمل سترينج توكنايزر واذا فيها شيء؟ لا، هنا بكل بساطه راح اسوي الاتي، راح اعمل ريتيرن على طول، اعمل بارس بارس لانتجر لايش؟ لا النكست، يعني اللي بترجع لي اياه النكست ميثود ايش راح ترجع لي؟ هي هنا سترينج، روح اعمل له انت بارس. يعني هاي مهمه الميثود، بس النكست انتجر تعمل لي بارس للسترينج اللي برجع من الميثود نكست. لو اجيت على بدي اكمل اعمل الدبل نكست دبل، بدي اعرف الميثود النكست دبل، نفس الاشي بخليها ترجع لي، بس بجيب عن طريق الكلاس دبل بقدر اعمل بارس لا اللي بيرجع لي من الميثود. طيب هي انشأت النكست دبل ميثود، ضل علي قلنا كمان بدي انشئ نكست لونج، فخلينا انشئ نكست لونج. سو انا صفت يعني الميثودز هاي كلها، اذا عارف انا النكست ميثود شو بتشتغل بالضبط فالامور كلها بسيطة. يعني هنا كله بس قاعد بعمل بارسينج عن طريق كلاسات اللونج الدبل الانتجر، باخذه سترينج والميثود نيكست بترجع لي اوريدي سترينج. ضل علي هيك اللي هي النيكست لاين اخر ميثود. النيكست لاين اتوقع انها اسهل شيء في الامبلمنتيشن هون عندي، لانه النيكست لاين تعمل نفس اللي بيعمله البفر ريدر لاين او الريد لاين في البفر ريدر. الريد لاين زي ما اتفقنا بيقرا سطر كامل، والنكست لاين تقرا سطر كامل لعند اول انتر. لذلك انا هنا بس علي مساواتهم في بعض، فباختصار باجي هون بحكي اول شيء بده يرجع لي سترينج، راح اسمي الميثود نكست لاين، ما راح تاخذ باراميتر طبعا، وراح اسمي مثلا اعمل سترينج مثلا اسمه str، حطش فيه شيء، بنقول له انه تراي، طبعا بدي اعمل تراي وكاتش لانه ممكن يطلع عندي اي اكسبشن زي ما اتفقنا. بدي هنا اقول له الاس تي ار شو تخزن لي فيها؟ خزن لي فيها اللي برجع من البفر ريدر دوت ريد لاين، واعمل لي كاتش لا اي اكسبشن نسميه اي، نعمل برنت للستاك، بعد ذلك ارجع السترينج اللي عملته. اذا هون باختصار انا في النكست لاين شو سويته بالضبط؟ النكست لاين زي ما اتفقنا الريد لاين بتقرا لي سطر كامل والنكست لاين بتقرا لي سطر كامل، لذلك انا بس علي اخذ اللي بقراه من الريد لاين بالبفر ريدر واخزنه في سترينج وابعثه وارجعه كامل، يعني بقرا سطر كامل وبرجعه كامل، بس هاي هي اللي بتعمله. طيب هيك بكون عملنا امبلمنتيشن كامل للكلاس. نيجي نجرب الكلاس على السريع مثلا شغال ولا لا. عندي فاست ريدر بنشئ زي اي اوبجكت نسميه في اي اسم مثلا ريد زي ما يعني، والكونستراكتور ما اخذش اشي عندنا. نجرب مثلا ندخل سترينج، قلنا نستخدم مثلا الاوبجكت، عندي ميثودات هسه اللي انا عرفتها، عندي الميثود نيكست مثلا، مثلا انا بدي استخدم بالنسبه للانتجر اكس بدي استخدم read dot next integer، بالنسبة للlong y مثلا equal read dot next long، ومثلا بدي أعرف كمان double z مثلا equal read dot next double، وبدي أعرف string ثاني وأسميه s1 وأخليه يقرأ السطر كامل فريد dot next line.
نيجي نطبع مثل اللي كتبناه كله. اول شيء خلينا اطبع الاس، اترك فراغ اطبع مثلا الاكس، واترك فراغ واطبع الواي، واترك فراغ واطبع الزد، برضو اترك فراغ واطبع الاسود، هيك عشان ابين لي ايش اللي انا بدخله بالضبط وهل بطبع كل شيء ولا لا. نيجي نجرب البرنامج تبعنا. حاب ادخل اول شيء انا على سطر منفرد الاسم، الانتجر مثلا بدي احط 56، اللونج بدي احط رقم نتاكد انه طويل نوعا ما عشان نتاكد انه فرينج اللونج. بالنسبه للدبل ادخل رقم دبل في فاصلة عشرية، وبالنسبة للريد لاين كامل أو النكست لاين بدي أدخل جملة كاملة مثلاً. بلاحظ إنه طبع لي مصطفى، طبع لي الانتجر، طبع لي اللونج، طبع لي الدبل، وما في أي مشاكل، ما طلع لي أي إكسبشن، لذلك هو شغال 100%. طيب آخر إشي بحب أضيف شو الديفرنس اللي عملته أنا بالضبط. رحت مسكت بروبلم من موقع الكود فورسز، حليتها على الثلاث طرق اللي حكيت عنهم. اول واحدة البفرد ريدر اللي قلنا اسرع ولكن اطول في كتابة الكود. الطريقة الثانية الفاست ريدر اللي هو هسه الكلاس اللي انشأناه اللي هو سريع وبنفس الوقت الكود تبعه قليل، واخر اشي السكانر اللي هو بطيء ولكن الكود تبعه قليل وسهل. لقيت انه البفرد ريدر انحل معي السؤال 124 ملي سكند، الفاست ريدر 155 ملي سكند، والسكانر 187 ملي سكند. بنلاحظ انه السكانر ابطا شيء، الفاست ريدر اخذت اسرع من السكانر ولكن ابطا من البفرد ريدر، طبعا راح تكون ابطا بشويه، لكن احنا هون عندنا الكود بكون اصغر. البفرد ريدر هي اخذت اسرع شيء ولكن الكود تبعها راح يكون طويل. ممكن سؤال ينطرح انه في احسن من هيك طريقة للقراءة في الجافا، في كلاس اسرع من هيك، ولكن انا لما شفت الكود تبعها لقيته طويل، فيه تعقيد نوعا ما صعب كتابته الامبلمنتيشن تبعه. هذا هو الكلاس مثلا مسميه هنا اللي عامله ريدر، عامل بفر سايز، عامل داتا انبوت ستريم معتمد على الداتا انبوت ستريم، معتمد على البايت، عامل اري من بايت مسميها بفر، عنده بفر بوينتر بايت ريد. طبعا صراحه بعد ما طلعت على الكلاس، الكلاس طويل كثير والامبلمنتيشن تبعها صعب، ف يعني بضل الفاست ريدر الامبلمنتيشن تبعه سهل وبرسخ في الدماغ وكله بيعتمد على بس على ميثود النكست، والباقي كله بارسينج زي ما اتفقنا. كان معاكم مصطفى وليد من فريق سولفر تو بي، ان شاء الله اكون وصلت الفكره بشكل كامل للكلاس فاستر ريدر وايش الفرق بين السكانر والبفر ريدر. اذا عجبكم الفيديو بليز لايك وشير، ولا تنسونا من السبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.